جماله يجبرنا نشوفه متميز بمجمل وصوفه توقيت ما سهم نطوفه ممتع. نفذنا أكثر من 300 لوحة. أسسنا بشكل رسمي صفحة على الإنستغرام. الحمد لله الآن كبر المشروع. حكاية عشق وفن وإبداع تترجمها هذه اللوحات الفنية والإبداعية التي حاكتها أنامل أيقنت أن شغفها بالإتقان سيقودها يوما إلى التميز. أنا هدين المزروع، أشتغل على الخشب بفن المسامير والخيوط، يعرف باسم الفيلوغرافيا بالعربي، بالإنجليزي اسمه string art. في هذه الزاوية من منزلها الجميل تمارس هديل هوايتها المفضلة والتي لاقت قبولاً واسعاً من محيطها الضيق في بداية مشوارها، لتنتشر بعدها بسرعة الصاروخ لتصبح رائدة من رواد هذا الفن الأصيل يشار إليها بالبنان. بدأنا قبل 2.5 سنين تقريباً، الحمد لله نفذنا أكثر من 300 لوحة. تعلمنا هذه الحرفة عن طريق البحث عبر الإنترنت وعن طريق اليوتيوب. استغرقنا لإتقان هذه الحرفة ما بين 2 إلى 3 أشهر. فن الرسم بالخيوط كما يعرف شعبيا هو فن يعتمد على رسم لوحات جمالية بالاعتماد على أدوات بسيطة كالخيوط والمسامير ولوحات خشبية بمقاسات مختلفة الناتج عن اجتماعها معا تحفة فنية تزين بها الجدران والرفوف في المنازل والفنادق والمطاعم وغيرها. الأدوات الأساسية لإتقان فن الفيلوغرافيا لوح من الخشب، مسامير ومطرقة، مقص وخيوط. مشوار هديل قادها لتكون مشاركة في عدد من المحافل والمعارض التي أقيمت في المملكة والتي أعطت لها مساحة ملائمة لعرض منتجاتها وتعريف المجتمع بفنها. شاركنا بالعديد من المعارض، منها بازار رؤية ومنها معرض منتجون. هذا الانتشار أتاح لهديل فرصة تجارية مربحة، فمن خلال إنشائها لمتجر إلكتروني على الإنستغرام بدأت باستقبال طلبات العملاء من مختلف أنحاء المملكة وتنفيذها في زمن قياسي وبأسعار في المتناول، ولا يتوقف الأمر كذلك، فخدمة توصيل التحف إلى العملاء توفرها أيضا ضمن باقة خدماتها المميزة والميسرة للعملاء. أكثر الطلبات التي يتم طلبها عن طريق العميل الطلبات التي فيها مناسبات مثل مناسبة التخرج أو المواليد، والحمد لله الآن كبر المشروع وأصبحنا نشتغل أو نعمل لوحات كبيرة مثل مطاعم أو مناسبات لمدارس، أيضا شعارات لمحلات أو ماركات تجارية. تستغرق اللوحة حتى تصل إلى العميل ما بين 5 أيام إلى 7 أيام. أسعارنا متفاوتة بحجم اللوحة وبعدد الأحرف أو حجم الشعار. ببالغ الفخر والاعتزاز تعبر هديل عن امتنانها لكل من دعمها وساهم في وصولها إلى هذا المستوى المتقدم من الحرفية والإتقان، لتكون أنموذجا مشرقا في المجتمع للمرأة السعودية المنجزة والقادرة على تمثيل بنات جيلها أفضل تمثيل. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.